عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. انا الشاف روز لطبخ الحلويات، اتمنى لكم نهار مبروك، ونتمنى كل اخوة الاخوات يكونوا بصحة جيدة. اليوم بحول الله جبتكم تقسيم الشهرية تاع 4 ملايين للاخت هذه اللي عندها 6 افراد، عندها 6 افراد وهي والزوج، يعني 8 افراد. ان شاء الله وبحول الله راح نقسم لك وراح تستافدي بعون الله، يعني ما عندها لا ليكوش ما عندها والو، يعني راح ترتاحي باذن الله. ودائما وصل اخوات، دائما 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 بعدو الدين، بعدو الكريدي، بعدي معليش لما درتيش داك الحاجه في داك العام نديرها العام الجاي، اذا طالت العمار لما درتهاش داك الشهر نديرها الشهر الاخر، اذا كي نقولوا حنايا بيروح كاش بلاصه معليش لما مشيتش السنه نمشي العام الجاي. يعني سيداتي بعدو المصاريف تاع الديون، تاع الديون بعدوها، بعدو التسلف والدين باش تقدري تعيشي مرتاحه والشهريه تقدر تساعدك. وكما كتشوفوا الاخوات والاخوه هنايا كلي راهم يستافدوا معايا في القناه بحول الله، ونتمنى يعني تدعموني بلجام وتشاركوا في القناه وتبارطاجوا فيديوهاتي. وامان عليكم امانه امام ربي، اي اخت ولا اخ يستافدوا من قناتي يكتبوا كومونتير باش كاع اللي يدخلوا جدد يستافدوا كيما نتوما، يكون عندهم يعني نفس الاسئله ولا عندهم نفس الحاجه اللي حوسوا عليها يلقوها في القناه باذن الله. انتم عندكم اجر وانا عندي اجر وهما يستافدوا بحول الله. كما كتشوفي الاخت هنايا، هنا الاخت هذه قالت لك عندي، قالت لي يا شاف وين تقسيميها، وانا بديت لاختي التقسيم، يعني كل مره ندير وحده تقسيمها وتستافدوا. هنايا قالت لك الاخت عندها 4 ملايين وعندها 6 افراد، قالت لك هذا 4 ملايين فيها كل المصاريف، قالت لك وعندي 400 الف تاع الروضه يعني تاع الحضانه، وعندي قالت لك حابه ندير بيت الخزين تاع 3 اشهر. قالت لي يجازيك، قالت لي ويفرحك قالت لي يجازيك ويفرحك بوليداتك ان شاء الله يا ربي، وانت ثاني وكل الاخوات والاخوه ان شاء الله يسجلهم وليداتهم يعني وينشوا في حياتهم باش نتوما تسلكوا وهما يرتاحوا وانتوما ترتاحوا. الاخت هذه بالنسبه للحضانه، انا ننصحك يا الاخت اذا كانوا عندك وليدات في الدار وانت قاعده في الدار ما كاينش لا تخدمه لا والو، انا تبان لي الطفل ولا الطفله تاع الحضانه غير خليه عندك وربيه كيما ربيتيه انت وربيتيه وخاوته، من الافضل يلعب مع خاوته يستافد من خاوته يتعلم من خاوته. يعني اختي افضل افضل من ترسيل الحضانه وزيدي تخلصي 400 الف. هذيك 400 الف حبيبتي زيديها فيه وكليها له وشربيها له حبيبتي، وزيديها فيه وزيديها في خاوته ولا زيديها في روحك، افضل من الحضانه. السيده اللي خدامه صحة الله غالب عليها لمشات للحضانه دي ولادها الحضانه، بصح انت يا حبيبتي لا كنتي قاعده في الدار انا ساعفيني، شدي وليداتك ووليدك وربيه ولا بنيتك وربيه في الحضانه في البيت مع خاوته احسن، بات التربيه تاع البيت تختلف على التربيه تاع الحضانات مليار في المية. يعني هذيك نصيحة ديريها من عندي أنا، جربيها شهرين ولا ما نجحتيش دبري راسك. المهم عندك ديري هنايا هذا مليون خليه بجهة وحطي 3 ملايين، هاي وين نهار لاباي ديري كيما هاكا نهار الخلصة وقولي بسم الله. شاد ديري 700 الف مواد غذائية، أنا نعرف علاه ندير لكل أخت سومة تاع المواد الغذائية. جيبي هنايا شكاره تاع فرينه تاع 70 الف، هذا كيما اللي نشريها انا، شوفي لا مارك هذه اللي راني نشريها، وشوفي الاخوات كاين اللي 450 كاين اللي 500 كاين اللي 600 الف، يا اختي تجيب ليهم. شوفي الاخت هذه قالت لك 530 الف جابت لها ما شاء الله عندها العائله وبقات لها 70 الف، شوفي قالت لك دارتها في الحصاله حبيبتي هاي وانا استافدت. يعني الاخوات يخدموا ريسانهم، انا نوريكم الطريق وانتم عارفوا كيف تمشوا. هنا جيبي زي سبري كيما كاع الاخوات تاع 3 اطر ودي لها عاده التدوير، ما تولي تشري 4 اشهر حتى 3 اشهر 4 اشهر على سبيل الاستهلاك، ديري غير الاواني تولي ما تشريش كاع هذاك، دير لها عاده التدوير تولي تشري بالك في 4 اشهر تشري. بالنسبه تاع لا ماشين ديري لها ثاني ديري عاده التدوير، شهر تشري وشهر ما تشريش. طوبسيل ولا اللايف انا نشري هادو تاع 3 اطر. علبة الطماطم ديرها طريقة تاع التجميد كيما قال الاخوات اللي كتشوفي فيهم ثاني، الحمد لله يا ربي مستافدين ما شاء الله. زيدي ديري 140 الف، تحوسي على بيت الخزين ديري 140 الف بيت خزين، يعني كل شهر ديري 140 الف. شوفي الاخت هذه 100 الف جابت لها وقعت لها 5 الف، نوعي 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 هنا يعني في 700 الف، ما تجيبيش كماليات حبيبتي، لا جبتي جيبي غير الجبن هذاك اللي تخدمي به في الدار، الجبن اللي يخدموا به راكم تعرفوا الاجبن اللي يخدموا فيها في الدار، جيبي هذا مكان. وهنا يا بيت الخزين كيما وريتك حبيبتي ديريه ثاني، انت ما ديري تاع 8 اشهر افضل لك، ديري تاع 8 اشهر باش تستافدي منها، خاطر خم توليش تصرفي قاعدي 700 الف، تولي تصرفي منها غير النص وتوفري 350 الف.
ايوا انا ولا كان الزوج متفاهم وريه، الا كيتي شاقور ومسمار وما يمدلكش يا حبيبتي ما توريش، انا نصحك ما توريش، يعني ربي يسالك غير خير. ديري 500000 تاع خضره، ايوا انا صرفي بال 15 يوم من دوك اللي هارب اللي يجوا في الاحياء 15 يوم، ايوا انا كل 15 يوم صرفي 250000، ايوا انا حبيبتي صرفي انت وليداتك يعني، وراكي تنوعي ما كنتش تعتمدي غير الخضره، شري من اللي هاربل كيما قلتي الوقت هذه، قالت لك انا نشري من اللي هاربل ما شاء الله مساعدين، هيا دوك لي كاميون صغار اللي يجوا في الاحياء اشري منهم ناقصين السومه افضل من اللي مارشي. ديري 200000 تاع الدجاج، ديري طريقه التقطيع اللي نديرها انايا، وديري 100000 تاع اللحم البقري اللي راه جايبتها الدوله ثاني ما شاء الله، ديري لها الطريقه تاع الخل اللي انا نوريتها لكم يا حبيبتي تساعدك ما شاء الله ويطيب لك زبده. والتقطيع هذا راكي عارفه راه الدجاج راه يدير ما راهش غالي، راك تشوفي الوقت توريكم في الاسعار ما راهش غالي، راه يدير 38000 حتى 40، يعني ماهوش غالي. بصح الوقت هذه راه جايبه الخبر لصحاب عنابه اللي ساكنين في عنابه، راه موريتهم حتى من شرات والطريقه. زيدي ديري 150000 خبز، انا علاه قلت لك فرينه وزيدي الخبز خاطرش عندك الحوانه لي مامون اللي تعجني عجني، لي مامون اللي ما تكونيش تما ولا تكوني في حمام ولا تكوني لاهيه ولا عندك ظروف ولا اشري من 150000، واذا بغيتي تعجني الشهر كامل وفري 150000 على روحك. هاي وانا شوف كاين نوريك الطرق اللي تمشي بها كيما كانوا مواتنا كاع يمشوا بها. ديري 100000 تاع حليب باسكو انت عندك الحوانه، على بالي كاين بزاف اللي يشو حتى الازواج وكاين اللي يموت على الحليب حبيبتي ما نعرف كاع كيفاه. هاي وينه اشري كل مره شري 8 كل مره شري 8 وما تشريش كاع 100000، اذا حسيتي الشهر صايبه يكمل ومازال عندك الحليب هذاك المصروف اللي يبقى لك وفريه بجهه. ديري زيدي شان ندير لك شان ندير لك، ديري 110000 110000 ديرها بيض يجيب لك ثلاثه تاع البلاوات كل اسبوع، شري واحد وشوفي الا بقى لك حبات شريهم من بعد. هاي وينه عندك هنايا شحال من بلا راكي تشري وعارفه كي تمشي، دوك نوريك الطريقه. ديري 200000 تاع كماليات، كماليات عارفه اللي عندها الدراري ها لي موناد ها ها الياغورت ها راكي عارفه هذا شي يشرو ولا علبه ولا زوج طون تخدمي لوليداتك بها مره مره على مره. هاي وين تساعدي روحك. زيدي ديري 200000 تاع فواتير، هاي وين فواتير حبيبتي، هاي وين كل اسبوع كل شهر وفري 200000 عندك 600000 خلصي منها، كي يبقى كنصرفوا لا حبيبتي ما تروحيش كي انت ساجيه فرحانه ولا يديرهم الزوج في جيبه، لا حبيبتي زيدي وفريهم باش الشهر الجاي الا جاتك شويه طالعه تلقى الزياده تاع الصرف. ديري 200000 تاع الانترنت، ديري تاع الدار يخرجك افضل اللي عندها الاطفال، دير تاع الدار كاين تاع 135000 وكاين تاع 145000 على حسب لي جيجا، ديري راح يساعدك. هاي وينه زيدي، وهذيك تاع الزياده راهي تاع لابونمون دي باينه. هنايا شان نزيد نوري حبيبتي، ديري 400000 تاع الحضانه، الحضانه حبيبتي وقلت لك الحضانه ساعفيني ما ديريهاش، الحضانه مادام عندك الدراري حبيبتي ويكونوا شويه كبار اولا يتربى معاهم خوهم ولا خوتهم، انت كي تعرفي تربي الطفل وحدك افضل من الحضانات. انا ما نكذبش عليك ما ساعدتش الحضانات الا اللي مسكينه تكون خدامه وما عندهاش وين تخلي ترسل للحضانات ولا عند السيدات اللي بوشدوا لها، من الافضل يا حبيبتي وليدك ولا بنتك يتربى قدامك ويتربى مع خاوته كيما تربى خواتها يتربى هو، وهذه 400000 زيديها في وليداتك ولا في روحك ولا تسع في روحك تعاوني روحك بها توفريها تحقوها ولا ما تحسيش كاع الدنيا كيفاه. الحضانه 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 ركز لكم هذه مكان له مادام عندك ذراري وانت قاعده في الدار خصوصا، شدي وليدك ولا بنتك عندك ووفري هذه 400000 على روحك ولا تستافدوا منها، افضل تربيه المراه لوليداتها افضل من ذوك الحضانات ولا السيدات اللي يشدوكم ما تعرفيش كاع كيفاش في غيابك الطفل كيكون داير. وثاني راه مضربك راهي ديك اللي في الحضانه نيتريس هذيك راه يحسبها بلي امه، على بالك والله لا بزاف يجي يخرج ولدها من الحضانه يقول خليني عند ماما، حاسب بلي ديك اللي في الحضانه امه باسكو كاع النهار معاها في الليل يجي غير يرقد عندك ووقت النوم صايم يعقل لا عليك ولا على غيرك. هذه هي من الافضل طبقي الطريقه نتاع هذه، خليه مع وليداتك شهرين وشوفي روحك لما لقيتيش يعني يتربى افضل من ذوك الحضانات، تي راه عندك الذراري يعني راه يتربى مع خاوته وفري على روحك ولا زيديها فيهم كيما قلت لك، عندك كل هذا المصاريف حبيبتي وزيدي ديري جدول وجبات، وجبات يساعدك مع شوفي مع هذا البيض مع الكماليات مع الحليب مع الخبز مع الدجاج مع ذا الحمل البقري مع الخضره مع المواد الغذائيه اللي تشريها انايا، جدول وجبات حبيبتي يساعدك مليار في الميه. ديريه ديري تاع الشتا وديري تاع الصيف، يعني راه بغيتي تدخلي لقناتي كل الجداول اللي دارتها كل الاخوات شكروها جربوهم وشكروهم يا حبيبتي، وقالت لك مساعدتنا ما شاء الله حتى البنا قالت لك ما عندنا ما نقولوا فيها ما شاء الله،
كل شيء درتها في قناتي، اللي بغيتي حتى تاع القهوه تلقيهم ما شاء الله، يعني بارخص الثمن ويساعدوك. عندك كل المصاريف حبيبتي 3 ملايين، ها وين كيما كتشوف فيديو عندك 3 ملايين ومليون، هاي وانا توفري شهريا. يجيكم مناسبه تلقي، يجيك عيد تلقي، يجيك دخول مدرسي تلقي، يا حبيبتي دبا يجيك طبيب تلقي. يعني السيدات يطبقوا كيما هكا هكذا التقاسيم، تقسيمات هذو اللي دارتهم كل الاخوات اللي جربوهم نجحوا فيهم وعاجبينهم، وقالت لك ما شاء الله ما شاء الله مساعدينا مساعدينا. الاخوات اللي يكونوا مثيلاتك ثاني يطبقوا. وهنايا فنفضل ان بيت الخزين ديريه كامل تحت 8 شهور 140 في كل شهر يا حبيبتي يساعدك. واللي يبقى لك المصروف هنا اللي يبقى لك من دي 700 في اخر الشهر زيديه هنايا، زيديه هنا في بيت الخزين وعاودي جدي على 8 شهور تلقى عندك المصروف حبيبتي. شاد ديري تولي تشري غير فرينه ولا تشري نص تاع 700 فاي، وانا تزيدي توفري على روحك. ونعاود وناكد اذا كان الزوج متفاهم حبيبتي وريه، شتيه شاقور ما توريهش، هذا مك ما توريهش وصاي، هذه هي الطريقه اللي تمشي بها. وان شاء الله ان شاء الله يعني نطلب الاخوات يدعموني بالايجاب ويشاركوا في القناه ويبارطاجوا فيديوهاتي، وكل الاخوات اللي يكونوا مثيلاتك يطبقوا هذا اللي كتشوفي فيه هذا الهرم، راح يساعدكم حبيبتي تعيشي وتخلصي فواتيرك. وبعدوا الكريدي، انا دائما نقول لكم بعدوا الحانوت ما تكرديش، بعدي التسلاف. لما درتش الحاجه هذه الشهر هذا نديرها الشهر الجاي، ما درتهاش على 3 اشهر نديرها على 6 اشهر، ما درتهاش على 6 اشهر نديرها على 9 اشهر، ما درتهاش السنه نديرها العام الجاي. المهم الصحه والانسان يكون لاباس عليه. وبعدوا الديون باش ما تعيشوش مخربطين وتولوا ماكم صايبين تعيشوا، ماكم صايبين تخلصوا الديون، ما صايبين تربوا وليداتكم. هذه افضل طريقه، قسمي بهذه 4 ملايين كل شهر توفري مليون. كيما الاخت هذه راكي تشوفي فيها قالت لك كنت نصرف 4 نصرف 3، اما اللي طبقي كيما هي وان شاء الله تستافدي انت والاخوات. ونتمنى لكم يعني تدعموني بالجيم، والى الملتقى باذن الله.